أهلا بيكم في عالم العالمين، يوم جديد من مهرجان العالمين اللي بيقدم لنا أنواع كتير من الفنون والرياضات والترفيه في صورة مميزة على أرض العالمين الجديدة. مهرجان العالمين بيستعد لإطلاق منافسة رياضية جديدة ضمن فعاليات نسخته الثانية. الصفحة الرسمية للمهرجان كشفت النهاردة عن تفاصيل تحديات موتور سبورتس، وكتبت الصفحة: أصحاب القلب الجامد خليكوا جاهزين لأقوى تحديات للموتور سبورتس مع بيس آر في الموتور ويك، وهنعيش أسبوع كامل من التحدي والإثارة في مهرجان العالمين الجديدة من يوم 15 لحد 24 من أغسطس. احجز تذكرتك دلوقتي وتعال نشوف أقوى التحديات. فعاليات مهرجان العالمين الجديدة بتتواصل، وبتواصل تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الفنية والترفيهية، وده لنهاية شهر أغسطس الجاري. من أبرز الفعاليات اللي لسه مستنيينها واللي هيشهدها المهرجان: مسرحية التلفزيون من بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، ودي تجربة مسرحية استثنائية هتكون يوم 15 أغسطس، هيستمتع فيها الجمهور بأداء النجوم الكوميديين المتميزين. كمان الجمهور مستني مسرحية دكان أحلام، والمقرر ليها أنها تتعرض يوم 23 أغسطس، واللي هتقدم لنا جرعة من الضحك والمرح للجمهور. رواد مهرجان العالمين كمان بينتظروا مسرحية البنك سرقوه، المسرحية دي هتتعرض يوم 22 أغسطس ومن بطولة كريم محمود عبد العزيز وإخراج أشرف عبد الباقي، وهي مسرحية كوميدية ساخرة بتجمع ما بين المواقف الطريفة المختلفة، وأكيد عدد كبير من الجماهير مستنيينها، وده طبعا نظرا لشعبية النجم كريم محمود عبد العزيز. أما بقى عن الحفلات الغنائية المختلفة، فالمهرجان هيشهد يوم 16 أغسطس حفل غنائي مشترك. الحفلة دي هتجمع ما بين الفنان حمزة نمرة والفنانة سعاد ماسي وفريق مسار إجباري عشان يقدموا مجموعة متنوعة من الأغاني اللي أكيد هتعجب جمهورهم. كمان الموسيقار عمر خيرت هيقدم حفلة موسيقية ساحرة يوم 22 أغسطس مع الإعلامية إسعاد يونس ضمن برنامج صاحبة السعادة، وهيمتع الجمهور بألحانه المعروفة والخالدة واللي الكل دايما بيستناها وبيجروا ورا أي حفلة فيها اسم عمر خيرت. كمان فرقة كايروكي هتقدم يوم 23 أغسطس حفل غنائي ضخم هتقدم فيه أحدث الألبومات وأشهر الأغاني. هيكون كمان في حفل غنائي كبير لمطرب الراب ويجز، الحفلة دي هنختتم بيها مهرجان العالمين الجديد، وهتكون يوم 30 أغسطس. ويجز طبعا هيقدم مجموعة من أغانيه المميزة اللي بيحبها الجمهور واللي قطاع كبير منه من الشباب والمراهقين. لو رحنا لأنشطة تانية، أنشطة خاصة بالطفل، الكل في انتظار مهرجان نبتة للطفل واللي هينطلق برئاسة الفنان أحمد أمين يوم 15 أغسطس، وطبعا بننصح كل الأسر اللي بتحضر المهرجان وعندهم أطفال إن هم يشاركوا في فعاليات مهرجان نبتة، لأن الفكرة مش بس إن احنا نمتع أطفالنا وإن هم يقضوا وقت مسلي وكويس في إطار المهرجان، لكن كمان المهم هو مساعدتهم على الابتكار، وده اللي هيقوم بيه نبتة من خلال أنشطة مختلفة هيقدمها للأطفال، منها مثلا ورشة للحكي علشان يكتشفوا مهارات الأطفال في الحكي ويمكن كتابة القصص كمان. أما يوم 16 أغسطس فمستنيين كلنا مهرجان بايتس باي ذا سي، وهو أكبر مهرجان للطعام في الساحل الشمالي في منطقة الأرينا بالعالمين الجديدة. حقيقة فعلا مهرجان العالمين ما سابش حاجة إلا وعملها، وما سابش نشاط إلا وغطاه، ودي يمكن حاجة عظيمة إن مهرجان مهتم مش بس بالفعاليات الترفيهية والحفلات والمسرح والرياضة، لكنه كمان اهتم بالهوايات. الناس كتير بتحب تعرف أكتر عن أصناف الأكل، كمان بتتعرف على الأكلات من مختلف الثقافات ومن مختلف البلدان، طبعا في الطهي بالتحديد. الحدث بيعتبر فرصة مثالية لعشاء الطعام لاستكشاف مجموعة متنوعة من النكهات والأطباق الشهية من مختلف المطابخ العالمية والمحلية، وأكيد هيكون في إقبال على مهرجان الطعام اللي هو فكرة متميزة، وأكيد هيكون في منافسة علشان نتعرف إيه هي الأطعمة أو الأذواق اللي بتعجب الناس. لسه مكملين معاكم في التعرف على فعاليات مهرجان العالمين اللي ما بتنتهيش، خليكم معانا واوعوا تروحوا في حتة تانية.